أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد في حلقة جديدة من وادي الخير. أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد في حلقة جديدة من وادي الخير. معنا الأستاذ عبد الله شحاتة، مدير التسويق بالسياحة البيئية والاستشفائية في الوادي الجديد. أستاذ عبد الله، برحب بيك على أرض الوادي وحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك وأهلا وسهلا بيك، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أستاذ عبد الله، يمكن النهاردة موجودين داخل أول منتجع بيئي استشفائي في الشرق الأوسط وفي العالم بيهتم بالسياحة البيئية والاستشفائية، موجود في مدينة الخارجة في الوادي الجديد. كلمني عن طبيعة هذا المنتجع البيئي السياحي، وليه اخترتوا الوادي الجديد لأن يكون هناك منتجع بيئي استشفائي داخل محافظة الوادي الجديد؟ وزي ما حضرتك تفضلت، اول منتجع بيئي استشفائي موجود في مصر وموجود تقريبا في الشرق الأوسط كمان. ده معمول بمعايير عالمية. الناس كلها في مصر هنا بتطلع بتروح سيوة عشان دفن بالملح، بتطلع أسوان عشان دفن بالرمال. كانت فكرة احنا نجمع كل الكلام ده في مكان واحد بنفس المميزات وبنفس العوامل الطبيعية اللي بتساعد على سرعة الاستشفاء. فكان اختيارنا لمحافظة الوادي الجديد لأنها بتتميز بأعلى نسبة أكسجين، هي واخدة تانية في العالم، المحافظة التانية في العالم. بالإضافة وجود النخل، احنا تقريبا في مليون نخلة في محافظة الوادي الجديد، اكتر من مليون نخلة. فده برضو ساعدنا على ان يبقى الهواء اللي طالع او الاكسجين اللي طالع نقي جدا، مفيش نسبة تلوث عالية في المنطقة، تقريبا مفيش رطوبة، يعني رطوبة تقريبا صفر. نسبة نقاء الهواء مع النخل مع الطبيعة اللي موجودة في محافظة الواخي. طبعا المية الكبريتية ده حوار مهم جدا، يعني بتتميز بيه طبعا الوادي الجديد، فده ساعدنا ان احنا نعمل حاجة زي كده في محافظة الوادي. استاذ عبد الله شحاته، يمكن طبعا جميل قوي ان تختاروا هذه المحافظه هي الاولى في بيئيا، وطبعا حصولها على مركز بيئي على مستوى العالم ومستوى الشرق الاوسط، فان يكون هناك منتجع بيئي استشفائي يهتم بالعلاج، وده توجه الدوله في الاونه الاخيره. يمكن سياده الرئيس كان وجه بان احنا محتاجين نستثمر يعني البيئه المصريه الخاليه من التلوث لان تكون منتجعات تجذب سياحه وتجذب عمله لمصر. يعني كلمني عن طبيعه هذا المنتجع وايه اللي موجود فيه فريد يجذب الناس. هوضح لحضرتك حاجه، الدوله المصريه في اخر فتره ركزت قوي على موضوع السياحه العلاجيه في مصر، وبلدنا كنز، مفيش حاجه فيها ما ينفعش نقدر ما ناخدش استثمار يضر على اقتصاد الدوله، عمله صعبه طبعا. فكره ان زي ما قلت لحضرتك هنجمع كل حاجه في مكان واحد، يعني احنا مثلا عاملين ممر تقريبا طوله اكتر من 400 متر بنبدا بيه بالملح، وبعد كده ملح طبعا صخري، وبعد كده في عندنا الطمي الصحي، وبعد كده زعف النخل، وعاملين زي ما حضرتك شايف كده ورانا في ثلاث اهرامات للميديتيشن، وفي مساج وفي حجامه وفي دفن بالرمل ودفن بالملح. كل الكلام ده في تسهيل وصول لينا غير سيوة. احنا مثلا هنا عندنا في مطار في الخارجه، ده بيسهل برضو وجود وصول الناس لينا، خصوصا ان اللي بيهتم بالنوع ده من العلاجات ناس كبيره في السن. فمثلا من القاهره لهنا في ساعه زمن، يعني كان بالظبط حد طلع من بيته في القاهره راح العين السخنه، فاحنا قربنا المسافات للناس. المحافظه برضو ساعدتنا في ان هي برضو اسعار التذاكر ما كانتش عاليه، فده سهل برضو ان احنا نعرف نجيب الناس بسهوله ويسر، خلى الناس ان هي تصحى الصبح تبقى هنا الظهر تمارس
او تبدا معانا البرنامج بتاعها، سواء الرحله 4 ايام وثلاث ليالي او 5 ايام واربع ليالي او اسبوع او شهر او 3 شهور، لان كل حاجه ليها برنامج خاص بيها. يعني أستاذ عبد الله شحاتة، مدير التسويق السياحة البيئية والاستشفائية في الوادي الجديد، يمكن قلت لي ان طبعا احنا موجودين في مكان مفتوح وده الاجمل، الشمس ساطعة، النخيل بيحيط بالمكان من كل جانب، موجود طبعا الامن والامان وده شيء مهم قوي، فاكيد طبعا النهارده محتاجين ايضا نجذب السياحة العربية والاوروبية والمصرية الراغبة في الاستشفاء للوادي الجديد. قلت لي ان طبعا يعني المكان في كل المقومات وفي كل الامكانات، وتقدروا تعملوا كمان مزارات للاماكن القريبه. طبعا اتفاجئنا ان هنا في مثلا مقابر زي مقابر بجوات، اتفاجئنا ان في مزار زي معبد هيبس، دي حاجات تاريخنا اصولنا احنا كمصريين، فده برضو الموضوع مش كله طبي او استشفائي او علاجي، لا احنا في برضو عندنا جزء كبير ترفيهي. في حفلات سمر بتتعمل بالليل كمان، احنا في طبعا محاضرات طبيه بتتعمل كمان، عاملين مجسم لبيت وحاتي قديم بنعمل فيه قعده سمر، بنعمل فيه شاي على الفحم او على الحطب، فران بطاطا اللي هي البلدي، يعني بنحاول نخلي الناس كمان ترجع لبساطتنا اللي مصر مشهوره بيها او معروفه بيها. يا فندم استاذ عبد الله، يمكن طبعا السائح اللي بيجي جاي يتعالج او جاي يستريح او جاي للاستشفاء، يا ترى بتبداوا مع الضيف بايه؟ اول حاجه في عندنا دكاتره متخصصين موجودين متواجدين معانا بصوره دايمه، بنفهم الكونديشن او الحاله الصحيه بتاعته ايه. زي ما قلت لحضرتك احنا مش بنتدخل بعلاج كيميائي او ادويه او ايه، لا لا خالص، احنا الموضوع في ناس بيبقى عندها مشاكل في المشي، بالراعي ده طبعا، في ناس بتبقى عندها مشاكل في الفرد الجسم او الاستقامه بتاعت الجسم، ده بنعالجه مثلا بالمساج او بالابر الصينيه او بالكلام ده. في ناس بتبقى عندها مشكله في القولون في المعده، احنا بعيد كمان عن ان احنا موفرين الحاجات دي، احنا الاكل عندنا كله اكل صحي 100%. الخضار فيها كله اورجانيك من غير مبيدات حشريه ومن غير اي مواد كيماويه بتدخل في عمليه الزراعه، ده برضو بيخلي طعم الاكل غير. كمان بنعمل حاجه مثلا ان احنا نشرب الناس حاجات بيور 100% 100%. الموضوع مش كله فيزيكال، مش كله حركي، لا في برضو بنهتم بجزء المعده، الاكل والشرب. كمان احنا كل اكلنا بالزيت الزيتون، ما فيش حاجه اسمها سمنه نباتيه او حيوانيه او مطعمات او اي حاجه نهائيا، الاكل بتاعنا بيور، العيش بتاعنا بجنين القمح والشوفان، يعني بالراعي زي ما قلت لحضرتك، بالراعي كافة الجوانب اللي تخلي العميل يحس باختلاف ما بين الحياة في القاهرة او الحياة العامة وما بين وجوده عندنا هنا. استاذ عبد الله شحاتة، طبعا حضرتك اشرت الى ان هناك ممر من الملح والطمي وده شيء مهم طبعا، يمكن طبعا الناس بتحاول تقدر تقرب من الطبيعة اكتر، ويمكن الطمي علاج زي ما بيقولوا لبعض الامراض الجلدية اللي ممكن يعاني منها كبار السن او يعاني منها الشباب يعني. فكلمني عن هذه الطبيعة اللي انتوا قدرتوا تجمعوها من بيئة الواحات المتسعة والمنتشرة، انكم تجيبوا افضل حاجات بيئية تمشي مع العميل او تمشي مع النزيل. زي ما قلت لحضرتك احنا بنراعي دايما وجود الحاجات مجمعة، يعني الملح ملح من سيوة، الطمي طمي بتاع الوادي، زعف النخل بتاع النخل بتاعنا بتاع الوادي، يعني المياه كبريتيه، فكل حاجه احنا كنا بنراعي فيها ان تبقى مجمعه في مكان واحد. في بشكل عام في ناس مثلا ممكن تسافر الاردن
عشان تاخد مثلا الطمي او الرمل او الملح اللي بيطلع من البحر الميت. في ناس بتروح سيوة عشان الملح، في ناس بتسافر اسوان عشان الدفن بالرمال. هي دي كانت فكرتنا، يعني احنا ما خرجناش بره الصندوق، بس في نفس الوقت وفرنا كل ده، ان حتى مكان الاقامه مراعين فيها. اولا مفيش تلفزيونات خالص، عشان عايزين نعزل الناس عن الاسترس اللي احنا بنشوفه في حياتنا الطبيعيه. طبعا حتى الاضاءه اللي معموله جوه الاوض راعينا فيها انها تكون خافته، ما تكونش عنيفه او قويه، بحيث ان المكان بمجرد دخولك ليه تعرف تنام، تعرف تنام، تعرف تبقى هادي في نومتك. يعني النوع ده من السياحه لو اتطبق في كل محافظات مصر، انا اتوقع انه هيشغل نسبه كبيره جدا من العماله، وهيقلل بارقام فلكيه في البطاله. دي حاجه برضو احنا رعيناها. الشباب بتستجيب بسرعه معانا، يعني حتى متوسط اعمار الناس اللي شغاله معانا مش ناس كبيره في السن، عشان يبقوا مهيئين جسديا ان هم يتعاملوا مع كبار السن اللي هيشرفونا في المكان. فلما جينا عملنا كده، رعينا فكره ان احنا لازم نشغل ولاد البلد، وبعدين ان شاء الله مع الوقت هنبدا نشغل المحافظات اللي حوالينا، اسيوط او سوهاج او المنيا. احنا فاتحين دراعتنا لاي حد. الموضوع محتاج جهد جبار مننا. الدولة المصرية الحمد لله موفر لنا كل حاجة ومسهل لنا إجراءاتنا بصورة مبالغ فيها، يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن النهاردة وإحنا بنتكلم عن هذا المنتجع البيئي العالمي الموجود في الوادي الجديد، حفوا النخيل من كل جانب، وطبعا المنتج الرئيسي والاستراتيجي في الوادي الجديد ألا وهو التمور والبلح. فأكيد طبعا والبلح غذاء ودواء، هتقدروا تدخلوا بعض الصناعات الخاصة أو الأغذية في منتج التمور عشان تفيدوا الناس وتعالجوا بعض الحالات. هرجع أقول لحضرتك، البلد دي كنز، أي حاجة فيها نقدر إن شاء الله بإذن الله مع الوقت نوظفها في عملية التسويق ليها. طبعا التمور، احنا هنا دي بلد التمور، دي البلد اللي بتصدر لمعظم دول العالم، مش للوطن العربي بس، لمعظم دول العالم. هرجع اقول لحضرتك، مفيش حاجة هنا ما ينفعش محدش يستغلها. البلد جميلة جدا، اي حد يجي البلد دي يحبها. يعني حتى انا لما نزلت اول مره هنا، ما كنتش او ما كانش في خيالي ان انا ممكن الاقي النوع ده من التطور العمراني ومن الامن ومن الشوارع الكويسه جدا ومن سهوله الوصول من المطار لهنا في 10 دقائق، بحيث انك تسهل على غيرك انه يجي هنا. لان لو فيها معوقات الموضوع هيبقى صعب. في ناس كتير تتمنى تروح سيوه، تتمنى تروح سيوه، بس بعد المسافه عائق، وعائق كبير جدا. انما النهارده انا بقول لحضرتك، ساعه زمن انت ممكن النهارده من القاهره لو عايز تطلع من المعادي تروح التجمع، هي نفس المده وتبقى هنا عندي، او ممكن اكتر كمان يعني لو في زحمه مرور او حاجه. فده اللي احنا رعيناه. التسهيلات اللي كانت متاحه عندنا اغرتنا جامد جدا ان احنا نبدا في المشروع ده. وحاجه حصريه لحضرتك برضو، ده مش نهايتنا هنا، في مفاجآت تانية كتيره جدا. مش هقول لحضرتك على المستوى المحلي بس، هقول لك ولا على المستوى العربي، على مستوى العالم في مفاجآت احنا بنحضرها ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وده بتكاتف الدوله المصريه معانا ان شاء الله برضو، واللي هم مش بعاد عننا في حاجه ان شاء الله. يعني استاذ عبد الله شحاته، يمكن طبعا قلت لي احنا عاملين يعني مجموعه من الاهرامات تقدر من خلالها تتعالج وتقدر تفيد جسمك وتفيد نفسك وتفيد اسرتك، فاكيد طبعا ده بيحتاج ايضا الى روشتة. هل يا ترى النزيل او الضيف بتشوفوا منه روشتته مثلا الطبيه، بتعالج من ايه، عنده امراض ايه، تقدروا زي ما وضحت لحضرتك في دكاتره متخصصه
بتقعد معاه الاول نفهم الكونديشن بتاعه ايه. ده بيخلينا حتى في البرامج لو هننفذ، لان البرامج دي برامج عامه مش تخصصات في حالات معينه يعني. البرامج العامه دي بتخلينا برضو نراعي في ناس ما بتقدرش تمشي كتير في الطميه مثلا، في ناس ما تقدرش تقعد على الارض في الاهرامات، في ناس في ناس ما عندهاش شمس يعني، في ناس ما يعني بقى لها فتره كبيره ما بتشوفش شمس وما بتقعدش في شمس كتير. فاحنا مثلا عملنا اماكن انك ممكن تقعد مع الشمس مثلا، في ممكن الدفن بالرمال او الدفن بالملح. فكره الاهرامات دي العلاج الهرمي، عشان انا مش طبيب مش متخصص في الموضوع ده، بس هو الاهرامات دي حاجه جباره. بمجرد قعودك فيها بالشكل الهرمي بتبص لها حضرتك المود بتاعك هدي هدي. ده المديتيشن، دي فكره من افكار المديتيشن، انك تقعد في مكان على شكل هرم. ده بيخلي حضرتك، واكيد تجارب موجوده وهتقعد مع الناس وهتسمع راي الناس في الكلام ده، هتلاقي ان المود بتاع حضرتك بيتغير لمجرد انك قعدت ربع ساعه او تلت ساعه. حتى لو بتتكلم يعني، مش شرط انك تقعد ساكت، ممكن تتكلم مع حد قاعد جنبك او حاجه او صديق او بس. سامع عن فكره التليفون؟ التليفون ده حاجه مستفزه جدا يعني، هنا مش حاجه كويسه خالص جوه المكان. فتبص تلاقي المود بتاعك اتغير، النفسيه بتاعتك بقت اهدى. بص، كون ان حضرتك خدت قرار انك جاي تعمل مديتيشن، فانت مهيئ نفسك انك تهدى، فهتهدى. طبعا اداره المنتجع البيئي السياحه العالمي اداره يعني بتحاول تطور وتضيف باستخدام كل حاجات بسيطه من النخيل، جذوع النخيل، شجر النخيل، بتضيفيها على طول، وهتكون مفيش حاجه دلوقتي معدن داخل المنتجع، كله خشب، كله جريد. نهائيا نهائيا. هقول لحضرتك على حاجه، جزء من افكارنا اللي احنا شغالين بيها الفتره اللي فاتت وان شاء الله هتفضل مستمره معانا الفتره اللي جايه، هو ان احنا نشوف حوالينا بيعملوا ايه كمان ونواكب، وبالعكس نطور الموضوع. مش جامد على النقطه دي يعني. ممكن يكون مثلا من فتره لما جينا قررنا نعمل الافتتاح، ما كانش في دماغنا ان احنا ممكن نعمل دفن برمال هنا مثلا. مع الوقت اكتشفنا ان احنا ليه لا، يلا فاتجاب الملح المخصص، الرمل المخصص للموضوع ده، وبدانا نعمل حواض للدفن. بص، مش هنقف كافكار، مش هنقف. وكاداره احنا مش بس شغالين على نفسنا، احنا متابعين كويسين جدا للناس. طبعا للناس اللي بتسلك النوع ده من انواع العلاج، سواء في مصر او في العالم، عشان نقدر نظهر للعالم كله ان مصر قادرة بادارة مصرية في ارض مصرية، ان احنا قادرين نعمل حاجة. مش هنواكب ان شاء الله، مع الوقت هنبقى احسن من الناس دي بكتير يعني. استاذ عبد الله، يمكن طبعا يمكن القياده السياسيه في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن طبعا في توجهه الاخير وفي حرصه على دعم السياحه بشكل كبير، وايضا الوصول باعلى نسب للزياره لمصر. طبعا عندنا اكثر من مكان، في الاقصر، اسوان، البحر الاحمر، شرم، الساحل الشمالي، كمان عندنا الوادي الجديد، وانتم حضرتك موجودين النهارده في الوادي عشان تساهموا بشكل كبير جدا ان تضعوا الوادي الجديد على خريطه او اجنده السياحه العالميه بوجود هذا المنتجع البيئي السياحه العالمي. ايه اللي حابب تقوله النهارده عشان نزود عدد السائحين لمصر وعدد السائحين لزياره الوادي الجديد؟ بص، هقول لحضرتك، احنا زي ما قلت لحضرتك سبب اختيارنا ايه للوادي. وكون ان احنا بنقول سبب اختيارنا ده، فده بوتنشن او دافع كويس جدا لاي حد عايز يفكر يمارس النوع ده من العلاج. احنا كان همنا، وده مازال همنا الاوحد، ان احنا ندخل الوادي الجديد
في مصاف المحافظات السياحية الكبيرة، زي مثلا يعني مؤخرا آخر مثلا 10 15 سنة الساحل، كان قبل كده شرم الشيخ والغردقة، كان قبل كده نويبع. احنا فكرنا ليه ما يبقاش في الوادي الجديد كمان؟ السايح عارف هو نازل فين. احنا الموضوع عندنا مش سياحة عادية، يعني الناس مش هتيجي تنزل بحر، مش هتيجي تعمل تاني عندي، لا انا نوع تاني من السياحة. الناس في مصر وبره مصر بتدفع مبالغ ضخمة جدا عشان تعمل 10 او 15 او 20% من اللي انا مفروه هنا. فالوادي الجديد محافظة قادمة بقوة في السياحة العلاجية، وهتبقى ان شاء الله فريدة من نوعها في الجمهورية كلها، وهتبقى في الوطن العربي كله ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن. بلد جميلة زي ما قلت لحضرتك، الامن فيها على اعلى مستوى، الحكومة متكاتفة معانا بصورة قوية جدا، وده برضو مش جاي من فراغ. يعني توجيهات سيادة الرئيس الفترة الأخيرة ووزير السياحة ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة في إن هم يروحوا الوادي، يعملوا في الوادي. يعني فاجئنا مثلا إن في عاصمة إدارية موجودة هنا، يعني دي برضو حاجة حلوة جدا، جذب طبعا، جذب مستثمر وجذب سايح وجذب وتشغيل أيدي عاملة ودخول نوع جديد من العملة في محافظة بتشكل 44% من مساحة الجمهورية كلها بعدد سكان ما يتخطاش 300 ألف. فده نهج ممتاز هيساعد الفترة اللي جاية على تنوع مصادر الدخل للدولة. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم من وادي الخير. من الوادي الجديد لكم تحيات خالد عز الدين، محمد حسين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.